على جسر الألم بين الأمل واليأس قفت بعيوني دمعة وبيدي شدت ياس. اليوم ستبدل رايات العز وشموخ الكاظمي إلى لون السواد والحداد إذانا لبدء العزاء على سابع الأقمار الهاشمية المحمدية سيد ومولاي موسى بن جعفر عليه السلام وبدء مراسيم الزيارة المليونية بحضور جحافل المعزين من كل حدب وصوب إلى المشهد الكاظمي الشريف. تقام هذه المراسيم الحزينة بحضور جمع غفير من المؤمنين والموالين للعترة الطاهرة وقلوبهم يملأها الألم والحسرة على مصيبة إمامنا المسموم المعذب في قعر السجون سائلين المولى عز وجل التعجيل بفرج صاحب الثار الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. جسر بغداد ما قلت لي تموتي موعد الجمعة